السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا غير إنسان. طيب فاطمة الزهراء أو صوفيا، شو السمية القريبة لكم اللي كتبغي تسميها بزاف؟ الفرق بين صوفيا وفاطمة الزهراء ما كانش شي فرق اللي هو كبير. الفرق الكبير اللي كان هو من ناحية المظهر، أما من ناحية الباطن أو الداخل ديالي الحمد لله كنت نقية وبقيت نقية. صوفيا يعني دارتها عمدا وكانت ذكية أنها تظهر أول ظهور بالحجاب في افتتاح المحل. نضحي بأموال طائلة على قبل المحل. لقائك مع سيمو لايف كان متفق عليه؟ ما طرش لي على بالي أن موضوع بحال هذا كيقدر يدير البلبالة. صوفيا كتفلى على الناس وكتقول لهم أنا ذوك المنتجات هما اللي كيقادوا وهي راه مقادة. راه ما يمكنش أنا قبل ما نبيع منتوج كنبيع وجهي. ما يمكنش نضحك على الناس أولا نمرض شي واحد. أنا الحاجة اللي ما كانش غادي ننفع بها خويا المسلم راه ما غاديش نضر بها. واحد الموضوع صوفيا دار ضجة، يعني فاش درتي حفرت زينتي وخواتاتك مورا هذاك البوز والهيلالا كلشي كيهضر على الغنازات تانفلامو لينا. عروض الزواج اللي كيجوك دابا فاك انا مقري وامام مسجد وعفاك بغيت صوفيا راه حاولت نتواصل معاها بغرض الزواج قلت لها راه ماشي الزواج اللي خاصنا راه خاصنا نلقاو داكشي اللي بغينا. وغير مؤخرا حاجه اللي غادي نقول لك حصريه عمرني قلتها في شي بلاصه ماشي مغربي لا مغربي ولكن في دوله انا ما يمكنش ما كنشوفش راسي نقدر نتفاهم مع شي واحد ماشي مغربي. حنا راه غير ناس غير بشر والبشر بطبعه خطاء ما كاينش واحد فينا ما كيغلطش. اعتبروني بنتكم الا غلطت اسمحوا لي ان الله غفور رحيم.